لا يمكننا أن نقنع الجيل الجديد بأن التعلم هو مفتاح النجاح طالما نحن محاطون بخريجين فقراء ولصوص أثرياء. الطموح هو أن تعيش بضع سنوات من حياتك بشكل يستهزئ به أغلب الناس كي تعيش بقية حياتك بشكل لا يستطيعه أكثر الناس. الصدق والصراحة قد لا تكسبك الكثير من الناس، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم. النعمة تحتاج إلى شكر، والبلاء يحتاج إلى صبر، والذنب يحتاج إلى الاستغفار. فمن شكر وصبر واستغفر نال السعادة. إذا أسديت جميلا إلى إنسان فاحذر أن تذكره، وإن أسدى إليك إنسان جميلا فاحذر أن تنساه.